السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد اللي غادي نتكلم فيه على البايونير. بزاف منكم تواصلوا معايا في انستغرام كيطلبوا مني باش ندير فيديو كيفاش انكم تقدوا هذا الكونت في البايونير. لكن قبل ما ندوز معكم الشرح نبغي نعطيكم واحد التعريف مبسط على البايونير، اللي هو واحد الحساب بنكي الكتروني بحال بايبال. غير الفرق ما بين البايونير والبايبال هو ان البايونير يعني كتعطيك واحد لاكارت بونكير، يعني في البايونير كتكون عندك بطاقه بنكيه، بار كونتر في البايبال ما كتكونش عندك هاد لاكارت هاد. وبالنسبه للناس اللي كيخدموا سيغ انترنيت ضروري يكون عندكم هاد لي كونت هادو، يعني ما يمكنش انك تخدم في الانترنيت وما عندكش هاد لي كونت. فوالا دونك دابا غادي ندوزو للشرح، لكن قبل ما تنساوش انكم تابونوا عندي في القناه. خليو لي كومونتير في التحت، عندكم شي سؤال بغيتوني نتكلم على شي موضوع في الفيديوهات المقبله ان شاء الله، حاولوا تكتبوا لي في لي كومونتير. ودوزوا عندي الانستغرام لانه كنبارطاجي فيه بزاف ديال المعلومات وكنتكلم فيه على بزاف ديال المواضيع اللي ممكن انكم تستافدوا منها. فوالا بقاو معايا. فوالا دونك تدخلوا لهذا الموقع هذا ديال بايونير، انا نخلي لكم اللين ديالو في الديسكريبسيون. الا دخلتوا من داك اللين غادي تحصلوا على 25 دولار، لكن ما غادي توصلوا بها حتى كتدخلوا يعني 1000 دولار، يعني حتى كتدخلكم 1000 دولار للكونت ديالكم. دونك فوا تدخلكم 1000 دولار للكونت ديالكم غتوصلوا بهاد 25 دولار، لكن الا دخلتوا من هاد اللين اللي نخلي لكم في الديسكريبسيون داكو. دونك طيح لكم هاد الواجهه هادي، دونك كتكليكوا على جيت ستارتد داكو. فوالا دونك هنا دابا كيقول لك اش من حساب اللي مناسبك داكو. دونك انت واش فرد، مضيف الاستئجار للعطله، مسوق، بائع عبر الانترنت، مستقل او شركه صغيره ومتوسطه. فوالا دونك حنا نديرو بائع عبر الانترنت داكو. انا قال لك اتطلع الى فوالا دونك احصل على قوم كامله. دونك كتكليكيو على هذه داكو. فوالا من بعد كتكليكيو على تسجيل الاشتراك. فوالا دونك هنا كتكتبوا الاسم الشخصي ديالكم داكو. هنا كتكتبوا الاسم العائلي ديالكم، لو نون ديالكم داكو. فوالا دونك هنا كديروا ليمايل ديالكم. هنا كيقول لك عاود دخل داك ليمايل ديالك داكو. دونك غنعاودو ندخلو ليمايل ديالنا. هنا كيقول لك دات نيسونس داكو، يعني تاريخ الازدياد. فوالا من بعد كتكليكيو على سويفونت. فوالا دونك هنا كيقول لك اش من بلاد انت. دونك حنا كاينين في المغرب داكو. هنا كيقول لك العنوان ديال يعني فين ساكن، العنوان ديالك داكو. هنا اين مدينه، دونك هنا كتختاروا اين مدينه فين كاينين. هنا كديروا الكود بوستال، كود بوستال ديال البلاصه فين كاين بالضبط داكو. دونك اللي ما عرفش الكود بوستال كتدخلوا لجوجل كدير باغ اكزومبل ساكن في كازا ولا ساكن في اكادير مثلا، ولكن اش من بلاصه بالضبط في اكادير داكو، لان الكود بوستال ديال اكادير راه بوحدو، لكن خصك تحدد الكود بوستال ديال اين مدينه انت فيها داكو، اين بلاصه بالضبط في اكادير. دونك كتمشيو تجبدوه من جوجل. هنا كديروا نيميرو التليفون ديالكم، يعني الرقم ديال التليفون ديالكم. فوالا دونك هنا كديروا اونفاي لو كود باش يصيفطوا لكم واحد الكود للتليفون داكو. فوالا دونك ملي كتدخلوا داك الكود اللي كيوصل لكم في التليفون داكو، كتكليكيو على سويفون. دونك هنا كيقول لك دخل المود باس باش بيتي تبدا تدخل هذا الكونت هذا داكو. هنا ندخلوا المود باس ديالنا. هنا قال لك عاود دخل المود باس، نعاودو ندخلوا داك المود باس هنا. فوالا انا الى بيتو تزيدوا لي كيسيون دو سيكوريتي داكو، يعني في حاله ما نسيتو داك المود باس، يعني دي كيسيون كيطرحوهم عليكم هنا، كيسولك على شي سؤال مثلا الى مدرسه فاش قريتي في الابتدائي ولا شي حاجه بحال هكا، و فوالا كتجاوب عليها باش في حاله ما يعني تجلى لك داك المود باس داكو، اولا نسيتي على المود باس يعني كتريكوبيري داكو. دونك هنا كتختاروا شي سؤال، ديروا نتوما يعني اختاروا اللغه اللي بغيتو، فرونسي ولا لونجلي ولا العربيه على حسب باش كتخدموا. فوالا دونك حنا باغ اكزومبل نختاروا قال لك الاسم ديال لو نون ديال فوتر كونت بير. دونك نتوما كتختاروا شي سؤال هنا داكو، كتختاروا شي سؤال هنا، حاولوا ترجعوا للعربيه ولا لونجلي على حسب الى اللغه باش كتخدموا، وحاولوا تجاوبوا على داك السؤال ديالكم داكو، حاولوا تجاوبوا على داك السؤال اللي اختاريتوه هنا. هنا كيقول لك نيميرو ديال نوتيفيكاسيون، هنا يعني الاي دي ديالك. كيقول لك واش بيتي تفيريفي بلاكارت ناسيونال، هنا كتختار واش يعني دير لاكارت ناسيونال اولا البيرمي ديالك اولا الباسبور. دونك حنا نختاروا لاكارت ناسيونال، وهنا كدير يعني رقم ديال البطاقه الوطنيه ديالك داكو. فوالا دونك ملي كدير رقم البطاقه الوطنيه من بعد اش كدير هنا كتكليكيو على سويفونت. فوالا هنا دونك فوالا كيف ما كتلاحظوا هنا، هنا كيقول لك اختار يعني الدوله فاش كاين انت داكو. هنا الدوفيز دونك نخليوه بالدرهم. فوالا دونك من بعد هنا كيقول لك دخل ليا لو نون ديال لا بانك، يعني البنكه اللي عندك في المغرب، يعني البنكه اللي عندك هنا في المغرب اللي باغي تربط بها هذا البايونير هذا داكو. دونك باغ اكزومبل حنا نختاروا سي اش داكو.
على حسب كل واحد شنو عنده. دونك حنا نختارو السي اش، هنا السميه ديالك فوالا. هنا كيقول لك ريب داك لو ريب داكور، هنا كتكتب ريب ديال البنكه ديالك. هنا كيقول لك، هنا كيقول لك اش من بنكه عندك. هنا باغ اكزومبل حنا عندنا السي اش بنك، دونك نختارو السي اش بنك داكور. وكتكليك على جاكسيبت لي كونديسيون جينيرال فوالا، كتكليك على هادو اي ابري كتكليك على سوميتر داكور فوالا. دونك كيفما كتلاحظوا هنا قال لك ريفيزيون اونكور، يعني قيد المراجعه. دونك راه كيستارت شويه ديال الوقت قبل ما يتكونفيرما فوالا. وبهكا نكونوا قد ديال الكونت ديالنا في البايونير داكور. جيسبر يعني يكون هذا الشيء اللي شرحت يعني مفهوم واضح. في حال ما عندكم شي سؤال خليوه ليا في لي كومونتير في التحت، ودوزوا عندي الانستغرام كيفما قلت لكم، لانه كنبارطاجي فيه بزاف ديال المواضيع اللي ممكن انكم تستافدوا منها. السلام عليكم.